السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ اللي هو ده من الفيديو ده نداء لكل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والقنوات الإخبارية. أنا سوداني جنسية علي الحاج، في مدينة لوهوف اللي هو مع الحدود البولندية. زي ما شايفين صور لنا شوية كده من قطع الناس، ماشيين اللي هو حوالي 5 كيلو بالرجول، برجلينا ماشيين 5 كيلو بدرجة حرارة اللي هو -10. وقدام اللي هو المعلومات بتقول انه بيرجعوا الاجانب، يعني بدخلوا الاوكران والاجانب ما في طريقة. فاقرب نقطة انك تشتري فيها اكل او تشرب او يحصل يعني مثلا حمام او كده على بعد 15 كيلو. اللي هو اقرب حاجة اللي هي 15 كيلو. فمع الاحوال دي فالناس بتحتاج اللي هو دفا، اللي هو سواء كان أماكن خيام، بيحتاجوا اللي هو أكل شراب حاجات دافية، وبيحتاجوا إنه يدخلون في الحدود بصورة أسرع من الجانب الأوكراني، لأن الجانب البولندي هناك سريع جدا، والجانب الأوكراني بيعطلوا اللي هو اللاجئين أو لاجئين الحرب. هم حاليا بيقولوا لاجئين، يعني لو شايفين الصف، صور الصف كده وبدايته أو بدايته لحد ما معروف وين. فأتمنى الشير وتوصيل الفيديو لأبعد مكان عشان الناس تفهم الحاصل أو اللي بيحصل حالياً شنو.